النوبه على الموثقه وعلى الدراكي في ملف اسكوبار الصحراء. تم تاجيل الملف اليوم لجلسه 12 تسعود، وكنتمنى من المحكمه انها تستجيب لطلبات الصلاح المؤقت، لان الحاله انسانيه للموثقه وحاله الدراكي كذلك في ضمانه الحضور. هذا هو القانون، الاصل هو الحريه، ونتمنى من المحكمه ان تطبق القانون وتعتبر هذه الحاله حاله انسانيه حتى تستجيب هذه الموثقه مصابه بالسرطان، حاله متقدمه مؤخرا كانت عندها نازله فكانت عندها صعوبه في الوعي. تنتمنى من المحكمه تعتبر هذه الحاله الانسانيه والافراج عنها ولو بكفاله. شكرا جزيلا. 12 تسعود ان شاء الله. بارك الله عليكم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.